السلام عليكم. اليوم نروحوا لولايه ام بواقي اللي نقف على الاشغال نتاع التهيئه نتاع ساحه ما يسمى بساحه الشهداء التي تم تهيئتها مؤخرا وتجديدها بوسط المدينه نتاع نتاع ام بواقي. وانا ازيد ان اليح واذكر المسؤولين على كل في كل مكان على كل مستويات ان التهيئه نتاع المساحات والتهيئه نتاع الساحات والفضاءات الخضراء ماشي بالالعاب تاع الاطفال والزحزوحه والجعلاله. كافاكم ما تحرشوا بينا خلاص كرهنا من هذه الجعلولات والاخر الجعلوله وهذه الالعاب الاطفال تندار في الاحياء ما بين العمارات في يعني المساحات الضيقه والصغيره على مستوى العمارات ماشي في الساحات العموميه الكبرى نتاع المدن. ما نديروش حنايا ان نحولوا ساحات عموميه كبرى الى مساحه للعب الاطفال ونديروا فيهم الجعلوله والزرزيحه. حبسوا ما تتحرشوا بينا الله يجازيكم والله يحفظكم. اترككم مع نهايه الفيديو. السلام عليكم.